معايا معاكم طبعا المدير الرياضي الكابتن معتز البطاوي لنادي سيراميكا كليوباترا. كابتن معتز، مساء الفل على حضرتك. مساء الفل كابتن خالد، ازيك؟ ازاي حضرتك، عامل ايه؟ انت بره مصر ولا جوه مصر ولا؟ والله لا، احنا بره مصر الحقيقه. هتروح على ابو ظبي على طول يعني؟ احنا وصلنا دلوقتي ابو ظبي وان شاء الله بنستعد يعني. انتوا بداتوا معسكر من بدري هناك؟ الحقيقه يعني احنا بقالنا يعني كام يوم كده وبنحاول نجهز ان شاء الله باذن الله للموسم عامه يعني، وخاصه للسوبر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن معتز، يعني ليك تعقيب على اي شيء اتفضل. الحقيقه انا كان ليا تعقيب على امبارح كان مع حضرتك كابتن ياسر ريان. صحيح. واتكلم في قصه ان احمد ياسر ريان وقع لنادي الزمالك وهو لاعب في نادي سيراميكا كليوباترا. تمام. انا بس حابب ان انا اصحح معلومه يعني واحده، ان احنا علاقتنا الحقيقه جيده جدا بكل انديه مصر وخاصه الاهلي والزمالك وبيراميدز والاسماعيلي، يعني كل الناس الحقيقه بنتعاون معاهم وهم بيتعاونوا معانا دايما، فما عندناش اي مشكله مع اي نادي. احمد ياسر ريان الحقيقه جالنا عرض من نادي الزمالك، اخر مره جالنا عرض من نادي الزمالك لياسر ريان كان يناير الماضي. يعني الموسم ده ما جالناش عرض خالص ولا حد اتكلم في اي حاجه خاصه باحمد ياسر ريان في انتقاله لنادي الزمالك. تمام. الموسم اللي فات في يناير لما تم عرض الزمالك لضم احمد ياسر ريان، طبعا كنا في حاجه فنيه شديده جدا ليه، وده كلام المدير الفني، وبرضه زي ما بقول لك وباكد عليها هي مش قصه زمالك خالص، يعني اعتقد ان في نفس التوقيت تقريبا كان بسام محمد بسام كان في عرض من النادي الاهلي وتم رفض العرض لنفس السبب ان احنا كنا محتاجينه جدا فنيا فما قدرناش نستغنى عنه. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه الحقيقه اللي انا عاوز اشير ليها ان احنا عندنا في سياسه في مجلس اداره النادي، ودي السياسه احنا يعني مجلس اداره مديها لنا واحنا شغالين عليها. اللعيبه اللي احنا بنجيبها من نادي الزمالك ما ينفعش ان هي تروح نادي الاهلي، واللعيبه اللي احنا بنجيبها من النادي الاهلي ما ينفعش ان احنا نوديها الزمالك. ليه بقى؟ اعتقد ده شيء، دي سياسه يعني محطوطه من مجلس اداره نادي عشان كده سيراميكا رفض عرض رمضان بيكهام للزمالك. لا خالص، هي مش قصه. ما هو جاي من الاهلي، ولكن ما انا بقول لك هي شقين. الشق الاول ان هو جاي من الاهلي فمش هينفع يروح الزمالك، الشق الثاني ان انا في بالفعل في حاجه فنيه شديده جدا جدا ليه. ما انت يمكن لكن انت لان انت ارتقى للكابتن ايمن رمادي ان هو مش في احتياج لمحمد ابراهيم او لاحمد ياسر ريان في بدايه الموسم. انا عايز اوضح عشان تم بيعه البنك الاهلي، قصدي يعني في اماكن انت محتاجها وفي اماكن ما كنتش محتاجها. اكيد طبعا. الحاجه الاهم اللي انا كمان عايز اوضحها ان هو بالفعل ما فيش اي عروض جديه او رسميه وصلت لي من نادي الزمالك لاي لاعب. يعني هي القصه كلها ان انا ما اعرفش الحقيقه مين اللي بيطلع الاخبار دي على السوشيال ميديا. احنا يمكن انا ممكن اكون متابع شويه للسوشيال ميديا، لكن مجلس الاداره ما اعتقدش ان هو بيتابع السوشيال ميديا كتير. لكن الفتره الاخيره فوجئنا بنادي الزمالك، يعني الزمالك لم يتكلم مع اداره بيراميدز عن احمد رمضان بيكهام، سوري سيراميكا. سيراميكا كليوباترا لا، الحقيقه ما فيش، كلها كلام انا محتاج احمد رمضان بيكهام، مجرد مكالمه. لا احنا خلاص فنيا مش عايزينه. بس ما هو بيعمل لك مكالمه على اساس ان انت لو وافقت بتقول له قدم لي عرض، لو ما وافقتش مش هقدم لك عرض. لكن احنا زي ما بقول لك السوشيال ميديا كان فيها كلام مختلف خالص عن كده. مختلف، ان احنا قدمنا عروض كذا وارقام كذا واللاعب تمرد بكذا، اللاعب ما غابش يوم واحد عن التمرين، اللاعب كان موجود معانا وباستمرار معانا ومع منتخب مصر. فاخبار في السوشيال ميديا انا ما اعرفش الحقيقه مين يعني. طب يا استاذ كابتن معتز عشان الناس تفهم، انت تلقيت تليفونات من نادي الزمالك قالوا لك احنا عايزين رمضان بيكهام، قلت لهم لا مش للبيع بس كده؟ لا تحديدا، لا 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 تحديدا. التليفون اللي جه لنادي سيراميكا كليوباترا كان خاص بصديق اجولا. واترفض برضه صديق اجولا؟ لا الحقيقه ما اترفضش، هو اتقال لهم بالنص كده احنا بالفعل خلصنا صديق اجولا في نادي بيراميدز. واحنا حاليا، والكلام ده كان حاصل من على اساس ان انتوا خدتوا فخري لقاي وعبد الله مجدي واسلام عيسى كان في اتفاق ما بين مجلس الاداره هنا ومجلس الاداره هنا، والكلام ده كان من شهر 7 يعني. احنا مش بنتكلم مثلا لما جه تليفون لنادي سيراميكا كليوباترا، لا قلنا لهم بالفعل خلاص انا صديق جوله في بيراميدز
والتوقيت دلوقتي احنا بنخلص بس مجرد الاجراءات. طب هل ما كلموش معاكوا في عمرو قلاوة يا كابتن؟ هل ما كلموش الزمالك؟ ما كلمش في عمرو قلاوة خالص نهائي نهائيا. اه يعني كل اللي بيتكتب ان عمرو قلاوة قرب وان عمرو قلاوة سيراميكا رفض مش حقيقي. ما هي دي الجزئيه اللي انا بكلمك فيها كابتن خالد، ان في حاجات بتتكتب كتير جدا على السوشيال ميديا انا ما اعرفش لمصلحه مين. ان فلان الزمالك عاوز فلان، الزمالك عاوز علان. انا مش فاهم يعني، احنا برضو اسمنا بيتحط في جمله مفيده. نادي سيراميكا بيرفض او بيتعنت مع نادي الزمالك، نادي سيراميكا مش عايز يطلع حد من الزمالك، الكلام ده ما حصلش خالص. ايوه بس انت قلت حاجه مهمه يعني جدا لو... ان انت اي لعيب جاي من الزمالك او جاي من الاهلي مش هيروح، بالعكس يعني اداره سيراميكا واخده قرار انها ولا تزعل الاهلي ولا تزعل الزمالك. بالظبط كده يعني، انا النهارده لكن انا لو لعيب عندي ومش جاي من الاهلي ومش جاي يعني مثلا قلاوه او صديق جوله، لو كان في تم اتفاق ما بين الناديين ما كانش هيبقى في اي مشكله خالص. لكن انا النهارده زي ما بقول لك، انا لغايه اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي ما جاليش عرض القلاوه، واعتقد خلاص الموضوع انتهى، لان انا خلاص انا قفلت على فرقتي وقلاوه بقى موجود معايا ومن الركائز الاساسيه وبلعب بيه السوبر وهنبدا بيه الدوري. فاعتقد صعب جدا ان هو كمان الموسم ده يبقى في توقيت لاي تفاوض اصلا. تمام.